نداهم من قبسة، نخدم كورديناتريس تبع جمعية عتيد. مستواي في التعليمي نورمالمون أنا باك بلس 3 حاليا انفورماتيك اندستريال، حاسير تسكي انفورماتيك نورمالمون. احنا جمعية ننتمو لجمعية عتيد اللي هي جمعية تونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات. تهدف الجمعية متاعنا باش نحمو المسار الديمقراطي والحق التونسي في الانتخاب، بيانسور في ممارسة حقها في الانتخاب. هي جمعية نورمالمون حاليا هي تنشط في ميدان الانتخابات، ما هي جمعية تابعة حقوق الإنسان، منظمة خصوصا يعني عامة في حقوق الإنسان لكن بصفة خاصة في الانتخابات. شنو آخر نورمالمون؟ احنا عندنا أهداف من التوعية والتأثير متاع المنخرطين معانا باش نعرفوهم كيفاش عملية الملاحظة، خاطر احنا باش نعتمدوا على دي تكنيك في الملاحظة باش نختاروها، عندنا دي رابور باش تتعمل باش تبعثها لتونس. عندنا أو ميم طون نهار يعني لو سونتر كي نمشوا البيرو دو فوت ولا حاجة، عندنا كل شاك بيرو إن شاء الله كان سهل ربي يوصلنا هنا للانتخابات بيوصل، مش في السير باش نوصلوا احنا نلموا يعني الموايان العدد الكافي اللي حاجتنا فيه، نحاولوا اون كا او وصلنا للموايان. عندنا كل بيرو فيه ملاحظ، الملاحظ هذا باش نعطوه عندنا باغزومبل في الاول نهار اول ما تحل الافتتاح تاع البيرو باش نخدموا يعني يبقى ميساج يعني نبعث البيرو سنترال في تونس راهو هكا وهكا راهو حل البيرو في الوقت الليلي. عندنا اثر يعني دي تكنيك مش بالضروره ندخل فيهم نحكي شنو بالضبط، مي نورمالمون باش نسهروا على الديمقراطيه والنزاهه. واش اللي يحب يجي انتهى اللي يلتحق بعتيد في قفصه، عندنا نورمالمون دو نيميرو اللي هو نيميرو سي حبيب هو كورديناتور اللي هو 96 386 815 وبيان انا في قفصه 21 6 72 72 4.